السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف شفتوا في العنوان، الفيديو اليوم عبارة عن تحضيرات للسفر والتسوق. غناخدكم معايا في جولة خفيفة بين دبي والمغرب ان شاء الله. هاد السفر اللي جا فجأة ما كناش معولين عليه، سبحان الله، ربي يسر فيه بعد انتظار طويل. كيف كتعرفوا، مع هاد الوباء وفيروس كورونا اللي منتشر حاليا، فالسفر كيكون شي شويه صعيب ومعقد الا ما كانش مستحيل. والحمد لله يسر فيه الله عز وجل وقدرنا نمشيو لوطننا الحبيب اللي ديما كنتوحشوه ونصلوا صله الرحم مع الاهل والاحباب. كيف كتعرفوا، قبل السفر ضروري نديرو شي شويه ديال التسوق والشوبينغ. فغناخدكم معايا في جوله ديال التسوق خفيفه لبعض المحلات اللي كيعجبوني بزاف. هنايا كيف كتشوفوا، هذا هو مركز دبي او السونتر ديال دبي، فين كتواجد سيتي سنتر، واحد المول اللي معروف كيجيو ليه الناس من جميع الجنسيات ومن جميع المناطق الاخرى باش يتسوقوا فيه. يعني ما شاء الله ديما كنلقاو عامر فيه محلات تسوق كثيره ومتنوعه، اكيد غترضي جميع الاذواق. غندخلوا دابا الباركين ديال المول، نتمنى نلقاو بلاصه ان شاء الله. كيف قلت لكم، يعني راه دائما كيكون عامر ما شاء الله وصعيب شي شويه باش نلقاو بلاصه، وخصوصا في هاد الظروف الحاليه كيسدوا يعني واحد الجزء منه، فعلى بركه الله اللهم يسر. هنايا غنزل دابا عند ماكس، واحد المحل ديال الملابس كيعجبني بزاف وكيعجبني نجي ليه ديما، يعني خصوصا ملي كنكونوا مسافرين كنتقداو منه ملابس للوليدات. يعني عندهم ملابس زويونه بزاف بجوده عاليه، واهم حاجه يعني الاثمنه ديالهم في المتناول، ما غاليينش بزاف.
وهذا محل اخر سميتو ار ان بي، حتى هو محل زوين بزاف وفيه كل شيء في المستوى، ولقيتهم دايرين الحويجات ديال الشتا ويعني كل شيء زوين بزاف وفي المتناول. التشكيلات ديال الطريبشات والشالات والليكات ديال الوليدات الصغار ديال الشتا زوينين بزاف، فيهم الويونات كيحمقوا. غادي نخلي لكم بعض اللقطات باش ما نطولش عليكم. من بعد تعب ديال ساعات طويله من التسوق جانا الجوع وتشهينا ناكلو شاورما عربيه، اختارينا نوقفو عند هذا المحل اللي كيقدموا انواع مختلفه ديال الشاورما والمشاوي. كيف كتشوفوا صورت لكم لقطات من الداخل تاخذوا فكره عن طريقه تحضير الشاورما وبعض الماكولات الاخرى. المحل سميتو بيت الشاورما، عندهم شيف سميتو توفيق رحب بينا وحضر لنا يعني شاورما معتبره. كنصحكم اكيد تمشيو ليها لانكم غادي يعجبكم بزاف الاكل ديالهم. درنا الاجراءات كاملين وطبيعة الحال دوزنا فحص ديال الكورونا من قبل وكلشي داز على ما يرام. غادي ندوزو دابا على ديوتي فري، السوق الحره ديال مطار دبي اللي فيها بطبيعه الحال هدايا وتقدروا تاخذوا منها كذلك تذكارات من دبي يعني تفكركم في البلاد. واكيد ما يمكنش ندوزو بلا ما نوقفو ناخذو قهوه ونفطرو. غندخلو دابا الكوستا ان شاء الله نفطرو ومن بعد ندوزو ان شاء الله البوابه اللي غادي نسافرو منها لكازابلانكا المطار محمد الخامس ان شاء الله.
واخيرا صورت لكم بعض اللقطات ملي وصلنا المغرب. الجو هنا غزال ما شاء الله، والهواء نقي، وحنا غاديين في الطريق يعني كتحسوا بديك الروح ديال البلاد والطبيعة الجميلة ما شاء الله. يعني نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم وكنت خفيفة على قلوبكم، والى اللقاء ان شاء الله في شي فيديو قادم. كيف العادة تهلاو ليا فراسكم بزاف، خليت لكم الراحة.